مبادرة الأحياء ذاكرة الفكر الدستوري والتاريخ العريق تضم شخصيات فاعلة في المشهد السياسي على غرار السيد عبد الرؤوف الخماسي والسيد نبيل القروي أسامة الخليفي وخالد شوكات وهويدا الاقلاعي. تم الإعلان اليوم رسميا عن تأسيسها. تحمل اسم منتدى العائلة الدستورية، ومن بين أهم أهدافها لم العائلة الدستورية الوطنية لاسترجاع تاريخ الحركة الدستورية ومعاضدة المصالحة الوطنية الشاملة من خلال مصالحة الأسرة الدستورية مع ذاتها ومع شعبها. إن الذكرى هي مقياس نضج الشعوب، شعوب لا ذاكرة ما عندهاش وجود. نحن خلينا نذكر شنو الحركة الدستورية اللي تكونت عام 1920، اللي هو الحزب هذا هو الحزب الأول في تونس، ما ننساوش اللي هو الدويان تاع الأحزاب. هو الحركة الدستورية هو التيار وطني إسلامي تونسي، مش بمفهوم الإسلام السياسي اللي هو تقع على الشرق وعلى 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 آسيا. هو إسلام وطني، يعني الحزب الدستوري هو تركيبة رائعة بين الإسلام الوطني والفكر الحداثي الصادقي، معناتها الصدقية مع 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 زيتونة. وأكثر من هذا، ما هو المكونات الأولانية. حبوا نعملوا دعوة لكل التساترة ولكل الإسلاميين الوطنيين ولكل المؤمنين بالحركة الوطنية التونسية، باش نقول لهم يلزمنا نضموا جهودنا، وهذه هي المصالحة الوطنية الحقيقية، هي المصالحة مع التاريخ. كي نتصالحوا مع تاريخنا نجم نقدموا القدام. كان فما ما بين حركة النهضة والإسلاميين والتساترة والباقي التساترة، كان فما معنى تناحر ومعنى تاريخي في هذا، معنى وهذاك علاش روحنا فرصة معنى تاريخية باش نبنيوا المستقبل مع بعضنا ونخزر القدام باش نتفادوا كل ما صار في السابق. نحب نكرسوا المصالحة، نحب نحطوا على أرض الواقع، وإحنا كيقولوا المصالحة بين الجناح الإسلامي والباقي هو معناه مصالحة فعلية، هو مصالحة داخل العائلة، داخل أبرز عائلة وأكبر عائلة سياسية في البلاد. مؤسسي المبادرة هذه أكدوا أن الجمعية باش تكون بعيدة على الصراعات والتجاذبات مع أي طرف سياسي. يحب يعمل صراعات يمشي يعمل أحزاب في الحقيقة. نحن الهدف من هالمؤسسة هذه، مؤسسة منتدى العائلة الدستورية، هي خدمة الفكر السياسي اللي ينطلق من منظور وطني دستوري، هي حماية التيار الوطني الدستوري من الاندثار. نجنب العمل متاعنا اللي نحن نعتبره حضاري وراقي ومتقدم، كل نزعة شخصية، كل نزعة عندها علاقة بالصراع على المواقع، نريد أن نكون حول الوطن، ما نحبوش نكون حول السلطة. أما بخصوص نية الجمعية هذه أنها تتحول في يوم من الأيام إلى حزب يجمع العائلة الدستورية، فإن مؤسسي المبادرة نفاو أن تكون النية موجودة على الأقل في الوقت الحاضر. منتدى هذا باش يكون منتدى فكري، ومنتدى معناتها باش يطرح تاريخ العائلة هذه، العائلة العريقة، العائلة الدستورية اللي بنات معناتها تونس اللي احنا عايشين فيها اليوم، واللي يلزم ردوا لها الاعتبار. زادة ما نخليوش الناس اللي قاعدة تتكلم عليها، يلزم التساترة هما اللي يحكيوا عليها ويحكيوا على تاريخها، وإذا كان ثم مراجعات هما يعملوه. فأنها نهار تنجم تكون معناتها في شكل حزب، أنت تقصد هذا تنشوفوه بالوقت.